لا فعلي لا مو بكذا يا رجل دينما من يتمنى احد يكون دينما. طيب فيصل هذه ثاني مره لك صح؟ ايش الاسباب؟ ما هي الحقيقه الغايبه والاسباب يا فيصل؟ يا اخي ما ادري. ما تدري ابدا؟ يعني انت تشوف نفسك مقدم كل ما عندك وانهم ظلموك ودخلوك؟ لا انا مو قصد ظلموني، في خصم خفي فما ادري وش بالضبط، يعني مايكات اشياء. اي قبل شوي انت كنت مقفل المايك، يعني انت تعترف بالتقصير، تقعد تحرج جمهورك. انسى كل مره بتحرج جمهورك فيصل، تدخل ديلما. والله انسى، ما هو مني انسى كذا فجاه اكون جوا في السكن واقفل المايك واذا طلعت انساه. في ذيك اليوم كان لك مقاطع فيصل بغينا نعرضها في الرادار ولكن ما قدر الله وكلمتك عنها. انت احيانا كذا في وسط الفقره فجاه تطلع، حتى المخرج لقطك مرتين او ثلاث مرات في يوم واحد، تطلع تروح الغرف المتسابقه. لا مستحيل، ترى المقاطع موجوده، خليني اعرضها في الرادار. ممكن مره لا مرتين في يوم واحد، ممكن مره لما سالتك، انا حتى سالتك تحت الهواء لما ما عرضناه قلت انا كنت تعبان. ممكن بس في العاده انا في الفقرات ما اطلع، لين تنتهي الفقره واطلع. ممكن وقتها اكون تعبان. هو يتحمس شوي. اول مره تدخل برايم انت. شوف انا من دخلت معك هنا في كاريزما وانا ديلما. طيب بنجيك عبد المجيد، بس خل فيصل يكمل وجهه نظره. لا عايش على التقاطعات عبد المجيد. ابو عبد الله ممكن اليوم هذاك تفضل كنت فيه تعبان اللي انت تقصده، ولا انا في العاده معروف اني اكون وقت الفقرات ما اطلع، لين تنتهي الفقره واطلع. طيب هل فيصل اكتفى بتدشينين في البرنامج وخلاص؟ قال خلاص لا بضرب الباب. لا ان شاء الله ان بقيت في البرنامج. انت مصر على البقاء؟ كيف مصر على البقاء؟ تبي تجلس يعني؟ اكيد، مين يبغى يطلع؟ ما حد يبغى يطلع. طيب ايش توعد الجمهور اذا جلس؟ ايش بتسوي؟ راح يشوفون اشياء حلوه. بعد تدشين فيصل، الناس يبون رياليتي يعني. الحين احنا كل انا ذا رابع لقاء معك يبصرون كل شيء. نبي رياليتي بس، كل شيء. تدشينات صوتك جميل ورائع وبنسمع اليوم، والله يرزقنا ان شاء الله على قد ما سمعنا انشوده امي في الوقف. كل ما جلس الشباب في الوقف اذا قالوا عطنا امي، اعطيتهم 30 ثانية طويل. 30 ثانية كم مرة انشدت امي؟ ترى يطلبونها الشباب، ما هو انا حتى لو تسالهم وش تبغون عيال عن الام. انا شوف انت لو بس تجي كذا تقول صوتك حلو. الله يطول عمرك يا ابو سامي، هم اللي يطلبونها ترى. كل ما جلسنا نبغى امي يوم انا بعد الحنان. ايه